اهلا بكم من جديد. هذه حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا اللي بنقدم من خلالها نجوم دولة التلاوة في مصر. بس النهاردة هم نجوم في دولة التلاوة صحيح، لكن نقدر نقدمهم على انهم شباب دولة التلاوة. احنا يسعدنا ان يكون معنا القارئ الشيخ الشاب محمود السيد عبد الله. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور محمد، ده نوركم والله. وايضا يكون معنا القارئ والمنشد محمد الجزار. اهلا بيك. احنا مش هنتعامل معاك كمنشد النهارده محمد، يعني لانه هي ايه نجوم دوله التلاوه. تمام، نعم. خلينا ايه ندخل بقى في الموضوع على طول، لان احنا الهدف انه ناس كتير جدا من مشايخنا بيبقوا شايفين انه الاعلام شويه مقصر في تقديم يعني قراء القران. نعم. في مصر، وانه الناس بتبقى باصه الى انه القارئ فقط بيظهر في اماكن معينه وفي مناسبات معينه. نعم. مش ان هو ده بيمثل جزء من قوه البلد، يعني نعم. يبقى انت عارف كان عندنا مدرسه عظيمه في القراءه. طبعا. ولا يزال عندنا مدرسه عظيمه. نعم. بس احنا محتاجين بس ان ايه نشور أكيد. للناس. اكيد. فاحنا مش هنتكلم كتير عشان نقرا شويه. الله يكرمك. تمام، لكن برضو يعني احب ان نعرف الناس بحضراتكم. فشيخ محمود، انت بدات الحكايه ازاي؟ يعني القران بدا معاك ازاي؟ والله القران اصلا عندنا في يعني في كفر طناح وطناح والقرى عندنا يعني الدهلية. مش القرى. لا انا اقصد عشان نقول طناح الدهلية. المنصوره. عندنا انا بيهتموا بالقران منذ الصغر. حتى لو مش في معهد، لو مش ازهري. منذ الصغر يروح الكتاب عند الشيخ، حتى من سن الحضانه مثلا. يروح عند الشيخ يحفظ القران، يعني بيبقى مهتم بالقران قبل الدراسه حتى العامه، يعني قبل الدراسه العامه. فكنت بروح عند الشيخ عبد الكريم حسن ابو الوفا عندنا في الكتاب، والحمد لله يعني مشيت معاه فتره جامده، وبعد كده الشيخ سامح عبد الحق حسن، ورحت عند الشيخ سيد حامد محمد سالم في الكتاب برضه، والحمد لله. انت مواليد 96؟ مواليد 96. يعني عشان نكشف سر يعني نكشف العمر. لسه يعني بتتكلم في 23 سنه؟ 23 سنه. 23 سنه. طيب محمد بقى، انت مش يعني هو الشيخ محمود في الزي الازهري. انت دارس في الازهر مش كده؟ لا، ما درستش في الازهر. انا دبلوم تجاره. دبلوم تجاره. بس طبعا بنعتز بس دخلت معهد قراءات. معهد قراءات. ايوه. انت بتدرس ايه بقى محمد؟ وانا طبعا حاليا في معهد الموسيقى العربيه. في معهد الموسيقى العربيه؟ نعم. وقبل المعهد انا اصلا يعني حفظت القران وانا عندي 12 سنه. انت من فقوس شرقيه؟ انا من فقوس شرقيه. طبعا انت اصغر من الشيخ محمود بسنتين. مش كده؟ نعم. ما انت عارف ان نكشف سركم يعني. ايوه طبعا. هو انا يعني كنت دايما كانت البدايه في المدرسه في الاذاعه المدرسيه. جه احد المدرسين لجدي وقال له محمد صوته كويس ولازم يحفظ قران، ولازم يعني عشان يعني لازم تهتم بيه في حفظ القران يعني. جدي طبعا اللي هو ابو والدي يعني خدني للشيخ عندنا في البلد، الشيخ عبد الحميد العطار يعني. بدات من اولى اعدادي وختمت الحمد لله رب العالمين في ثالثه اعدادي يعني. ثلاث سنين. كنت دايما وانا صغير اسمع بقى اذاعه القران الكريم واسمع مشايخنا الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ محمود محمد رمضان والشيخ محمد رفعت، وتربينا على الاصوات الجميله دي. وبدا الموضوع بقى ان هو وبرضه سميت برضه موضوع الابتهالات الدينيه. والحمد لله برضه كان قرار انك تدخل معهد الموسيقى العربيه بقى انت، ولا كان في حد دعمك في هو انا اصلا يعني حاليا انا كنت في معهد سنتين. معهد بناء وتعمير. خلصته والحمد لله برضه التحقت بالمعهد الموسيقى يعني. لكن انا انت اللي واخد القرار يعني. جدا. طيب خلينا يعني احنا تعرفنا على عليكم شخصيا، لكن نعرف الناس على صوتكم بقى ان شاء الله. فانا هطلب من حضراتكم كل حد الاول، انت اللي هتختار الايات اللي انت تمام هتقراها يعني في الحدود مثلا 3 دقائق كده. حاضر. بحيث نقدر نكمل مع بعض ان شاء الله. اتفضل يا شيخ محمد. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات،
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. فتح الله عليك. انا شايف الشيخ محمد يعني ايه معجب جدا. نعم ده حبيبي. ما شاء الله عليك. اخويا. اي يا شيخ محمد. طيب قول لنا بقى يا شيخ محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق
الطلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. شوف محمد لقطك يعني كمل هو مش كده؟ هو ده من ضمن التمكن. الله يكرمك. انت نقطة النور زي ما بيقولوا الاحتراف بقى بدأت امتى؟ بدأت يوم 16/1/2010 16/1/2010 كان يوم وفات يوم وفاة عمي. كان كده 14 سنة. كان عندي في الحدود ده، عندي 15 سنة كده. كان وفاة عمي. عمي جمعة ابو عبد الله، وكان في الميتم مين؟ الشيخ محمود الشحات انور. فلما شفته، احنا فتحنا الحلقات دي بالشيخ محمود. ونعم طبعا الشيخ محمود. فاول ما شفته كنت اول مرة في حياتي اشوف قارئ. اول مره شفت قارئ قبل كده، ما شفتش، اسمع بس الراديو، اسمع مثلا الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، اسمع اسيادنا الكبار يعني. لكن اول مره في حياتي، مع اني في وسط العمالقه عندنا يعني، عندنا الشيخ ضيف، الشيخ محمد سيد ضيف الله يرحمه يعني استاذنا. وكنت دايما متربي تحت رجليه يعني. والشيخ الطنطاوي جنبي في النسيميه. بس اول مره في حياتي اشوف قارئ. ولما شفته بقى وسمعته وشفت شكله ما شاء الله، والناس مبهوره بيه وبادائه وكده، فانت قررت تسلك الطريق ده. قلت انا عايز ابقى زي الشيخ ده، ليه ما اكونش زيه؟ انا صوتي كويس. ليه ما اكونش زيه؟ وبعدين كنت وانا صغير كده يعني، كنت احب يعني، مع اني كنت في الكتاب وكده، بس كنت احب ادندن مع نفسي كده، بس مش قران. يعني اسمع يعني. مع نفسي كده يعني. فبدات اقول ليه انا ما اكونش زي الشيخ ده يعني. وقلت لابويا بقى يعني، وبدات يعني كده ايه، بدات الرحله يعني. واحده كده. لكن أول مرة قريت بأجر بقى كان إمتى؟ أول مرة قرأت بأجر كان يعني في سن 16 سنة كده، كنت في أولى دبلوم تجارة، كان أول يوم في الدراسة. حتى لما جالي التليفون علشان الميتم، كنت أنا داخل المدرسة، حضرنا الطابور والتليفون جالي وأنا في قلب الفصل. سبت المدرسة. قلت للأستاذ يا أستاذ ثانية واحدة بس أرد على التليفون. في الفصل. قال لي اطلع يا شيخ محمود. طلعت الطرقة، رديت على التليفون، ايوه احنا عايزينك في ميتم في الحته الفلانيه، رحت رامي الكتب من فوق السور وطالع جري على الدار على طول. هربت يعني. الدراسه مش هتنفع لك الميتم. ما صدقت جت لي ليله، انا مش مصدق. كانت اول ليله. طيب يا شيخ محمد انت بدات برضو ازاي يعني؟ لا هو كان اول حاجه كنت في اولى اعدادي. في اولى اعدادي. كنت لسه جاي من المدرسه، كان عندنا عزا في القريه. ابويا قال لي يلا تعالى عشان تقرا في العزا. يعني اللي هو تقرا ربع كده والناس تسمع. يعني في اول مره. كان قبل العصر يعني. قلت له ازاي وانا يعني في رهبه تعالى يعني. بس تعالى بس اسمع الكلام. دخلنا على اهل العزاء يعني وكده، قال لهم معلش بس الشيخ محمد ده هيقرا يعني. طبعا مستغربين يعني، صغير كده ومسك الباب بيضا. طلعت طبعا والكنبه طبعا بتاعت القراءه دي عاليه عاليه. فانت عايز حد يشيلك يحطك فوق. المهم قرات، بدا الناس طبعا يعني اللي هو يعني حبت الموضوع. المشايخ طبعا اللي كانوا قاعدين برضه انبسطوا جدا. بعدها بقى قالوا ده، كانوا دايما برضه بيمسحوني يعني اللي هو روح دايما العزاءات عشان تتدرب صوتك. روح اقرا كده يعني المعنى.
وبدأ الموضوع كده يعني لفترة برضو. وأول مرة أول مرة بقى إحنا بنسمي الاحتراف ده اللي هو القراءة بأجر، أول مرة خدت أجر كانت كنت أنا في تانية ثانوي. تانية ثانوي فاكر قد إيه؟ لا كان في القرية يعني رمز حاجات رمزية حاجات رمزية. لا كان كام أول أجر؟ صراحة مش فاكر قوي يعني. طيب وفاكر يا شيخ؟ كانت 100 جنيه 100 جنيه انت صريح. انا ما بحبش الف وادور. انت صريح. طيب لا بس كانت 100 جنيه كانت بالنسبه لي انا اكنها يعني رقم. ايوه طبعا انت رميت الكتب لا انا انا عاوز يعني ابدا ان انا خلاص بقيت شيخ وبشيل ليالي وعايز اكبر. مش عايز افضل طول يعني اقرا 10 دقائق ورا الشيخ فلان 10 دقائق ورا الشيخ. طب انت من انت من عشان بقى هنقرا حاجه يعني انت من المقرين اللي هو بيبقى عندهم صور معينه او ايات معينه يحبوا يقروها باستمرار؟ تمام. عندك الحكايه دي ولا انت بتقرا بشكل عام؟ لا والله من اي مكان والله يعني الحمد لله. القران كله يعني سهل وبسيط ويعني على. طب لو احنا خدنا حاجه واحده وانتوا قريتوها انتوا الاثنين يعني مش كملتوا. تمام. يعني هو الشيخ محمد ايه كمل وراك المره تمام. اللي فاتت. لكن لو خدنا مثلا اخر الكهف تمام ونسمعها منكم انتوا الاثنين. خلاص تمام تمام, تمام. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا. تمام. نعم اتفضل يا مولانا. اتفضل يا شيخ محمد. اتفضل يا سيدي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الله يفتح عليه. الله يكرمك. محمود حاضر شوية كده. محمود حاضر لمحة كده. محمود الشحات. ها شيخ شحات حضر. اي اي انت تجيب الام المدرسة. هو حضر كده انت سحبته في اليوم. انا الصالحة دي سحبته كده. انا حابب المدرسة. المدرسة يعني بتاعت الشحات منذ الوهلة الاولى يعني. طبعا طبعا بقى لما بدأت في التدريج بقى القراء وكده سمعت الكل بقى. الكل. بس مين اللي حاببنا لكن البصمة الاولى كانت للشيخ محمود اصلا. كمان اللي هو فرع من شجرة الشيخ شحات. هو اول واحد انا شفته هو. طيب نعم. يلا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
ربي أحدا. صدق الله العظيم. يفتح عليك. قول لي يا شيخ محمود، انت لو قلت لك من يعني من المشايخ الكبار الراحلين، يعني لو الزمن رجع بيك كنت تحب تقرا جنب مين؟ كلهم عمالقه. لا قول لنا واحد. يعني مثلا سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل، سيدنا الشيخ حمد الزامل، سيدنا الشيخ. لا اكتر واحد تبقى يعني حابب تقرا معاه وليه؟ الشيخ مصطفى اسماعيل. ليه بقى؟ لان هو يعني هو استاذ الفن كله. استاذ الفن كله. استاذ الفن كله، عنده كل حاجه. كل حاجه تلاقيها عنده. كلهم كبار وكلهم مدارس. يعني الاحكام عنده وكلهم عندهم الاحكام. كلهم عندهم الاحكام. محدش يقدر يتكلم في ديت. ولكن الفن يعني موسيقيا فنيا تلاقي عنده كل حاجه. انت درست موسيقى ولا سماعي؟ والله انا رحت للدكتور طه عبد الوهاب من طنطا. رحت اتعلمت عنده من 4 سنين كده. يعني طلعت الحمد لله بمعلومات كافيه يعني. ولكن طبعا دراسه من غير تمرين دايما وسماع للمشايخ، لان في ناس كتير تقول لك ايه من الشباب عايزين ندرس مقامات، ندرس فين يا جماعه؟ هي الدراسه مش كل حاجه. قبل الدراسه مهمه ماشي، لكن التدريب والسماع، السماع للمشايخ هو دي كل حاجه. هو دي كل حاجه. يعني انا خدت المقام، هقوله ازاي من غير ما اسمع المشايخ اللي قبل مني قال المقام ده ازاي، وابدا افهم انا وقاله ازاي واطبق. طب كويس. اطبق بصوتي. طب كويس. شيخ محمد انت دلوقتي بتدرس مزيكا. بشكل احترافي. بس كان الموضوع طبعا في الاول كان سامعي برضه. كان سامعي. يعني بدات برضه من اولى اعدادي برضه اسمع المشايخ. واعرف واجيب المقامات من على النت او كده، واسمع مثلا المشايخ واقلدهم في المقام. واعرف طبعا بقى كنت بقعد في المقام مثلا اكتر من اسبوعين، اقعد شهر في المقام الواحد عشان اعرفه واحفظه زي يعني اللي هو ايه. لما اسمع المقام ده في اي مكان بعرف المقام ده ايه يعني. تمام. يعني طب احنا نعمل بقى، لانه انا والله العظيم يعني من من الحلقات انا طبعا سعيد بكل الحلقات في اللي هي في سلسله نجوم دوله التلاوه يعني، بس الحلقه دي ليها كده واقع خاص، لان انتوا ما شاء الله عليكم يعني. الله يكرمك يا دكتور. وانا متوقع انه يبقى في مستقبل عظيم جدا يعني. يا رب. فانا بقى هتشطر عليكم. تمام. كويس. تمام. فاحنا انتوا هتحددوا 3 مقامات. تمام. كويس. وهنقرا من سوره يوسف. تمام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. حلو. نعم. كويس. تمام. ب3 مقامات. تمام. كل واحد هنقول 3 مقامات. انت هتسلم، احنا هنقول المقام، نقول للناس ان ده مقام كذا، تقرا من مقام كذا وتسلم للشيخ محمد الايه. تمام. نفس الايه. تمام. ونرجع للمقام الثاني وهكذا. نفس الايه. تمام. يعني المقام هنقوله احنا الاثنين. انت دلوقتي هتقول انت هتقول مثلا المقام كذا. تمام. تمام. وتقراه وبعدين ياخدها منك الشيخ محمد. تمام. ونرجع للمقام الثاني والثالث. تمام. تبدا يا شيخ محمد. اتفضل يا مولانا. ده انتوا فرصه. الله يكرمك. والله. الله يكرمك يا مولانا. طب ان شاء الله هنقول الاول راست مثلا. راست ماشي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، رز الشيخ محمد. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. طيب الله. نقول يا نهاوند. نهاوند. نهاوند مريحة اهو. نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك،
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. أحسنت يا مولاي. والله أحسنت. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله. طيب ده النهواني مثلا عليك. هو اختار بقى المام حجاز مثلا. حجاز ماشي خلاص ماشي او سيك اي البحر. تمام نقول الحجاز. ماشي الحجاز. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. الله الله أحسنت. الله يجزاك الحبيب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب الحجاز كار ولا نعم. محمد فرع من فروع الحجاز كمان. لا لا انا بقول لكم ده انتم ما شاء الله عليكم والله. طب من المشايخ بقى الجداد انت قلت الشيخ مصطفى اسماعيل وقلت الفن كله. فهسال بقى محمد على من المقرئين الجداد اللي موجودين حاليا. الموجودين حاليا بتحب تقرا جنب مين؟ جنب الشيخ ياسر الشرقاوي. الشيخ ياسر الشرقاوي ليه بقى؟ الشيخ في شيخ تاني اسمه مش متذكر اسمه دلوقتي حاليا يوسف قاسم حلاوه برضه يعني دول يعني بالنسبه لي من احسن بالنسبه لي يعني. الشيخ ياسر طبعا مميز بجمال الصوت بالمقامات وبيحترم القران كتير يعني. بيحترم القران. نعم دي نقطه مهمه يعني طبعا. تقصد بيها ايه بقى؟ يعني بيدي وقار للقرآن. ما بيلعبش كتير. ما في ناس بتلعب في ناس بيبقى عاوز يعني يجيب جمهور يعني كتير يا هو طبعا برضه يعني برضه جاب من الناس القديمه برضه يعني واخد من الناس القديمه جدا من الشيخ صلاح اسماعيل. انت ايه اكتر نصيحه خدتها من اساتذتك واشتغلت بيها؟ لانه في معظم الحلقات اللي بنتكلم في فعلا فكره التعامل مع القرآن. تعب طبعا. يعني اجمل نصيحه ارضي ربنا الاول. تمام. ده هو اصلا حديث عن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. من ارضى الناس في سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه من رضي من الناس. تمام. ومن ارضى الله في اسخاط الناس تمام رضي الله عليه وارضى عليه من سخط من الناس. تمام. فانت الوصيه انك ترضي ربنا. ترضي ربنا في القران. ما تجيش على الاحكام ابدا. ابدا. لان الوقت الا من رحم الله. الا من رحم الله. ناس كتير قوي تيجي على الاحكام عشان النغم وعشان مش عارف ايه عشان التشجيع اللي طب ليه طب ليه طب تصدق بالله يا دكتور محمد والله 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 اللي بيلتزم بالاحكام صوته بيحلو حتى لو مش حلو. اقسم بالله. الاحكام اصلا لها رنين. الغنه لها رنين. المد
حركات المد دي لها رنين ان زاد النغمه بتبوظ وان قل برضه النغمه بتبوظ فانت فالالتزام بالاحكام احيانا بيخلي الصوت مظبوط بيخلي الصوت حلو والله هقول لك في ناس اصواتها مش جميله قوي وبسبب التزامها تحب تسمعها اللي بيقرا قراءه صحيحه بيقرا قراءه الشيخ الحصري الشيخ الحصري صوته مو زي الشيخ صوت الشيخ عباسط مثلا تمام يعني صوته ناشف شويه بس تسمعه ما تملش منه ليه عشان مسطره في الاحكام بشكل صحيح ده شيخ القراء في الاحكام ما فيش حد يختلف عليه شوف محمد انت بتخدم القران ازاي بقى يعني بتراعيه ازاي في حفظك في اكيد طبعا وردك هو يعني هو لازم الواحد طبعا يعني يعرف انت القران عشان يعني لما يقراه طبعا بيقراه اللي هو انا مش عايز حاجه اللي هو انا بحب بحب القران يعني حته ان انا بحب القران ديت حاجه ما بتفصلش يعني مع الناس اللي بيطلبوك دلوقتي يعني هو انا اصلا ما بنزلش ليالي كتير يعني ايه ما بنزلش ليالي كتير يعني ما بتنزلش ليالي كتير لكن لما بتنزل بتفصل لا على حسب يعني على حسب يعني على حسب يعني لا يعني مش طيب انت مثلا انا لفت لان احنا انت عارف بعد شويه كده هتلاقي كل اللي ظهروا في الحلقات معانا وكان احنا بقت اسره قرانيه يعني طبعا يعني دايما معانا الدكتور التاروتي بيبقى مونسنا دايما طبعا حبيبي وهو صوت واحكام ملوش حل يعني ان شاء الله والشيخ محمود بيولينا دايما طبعا يعني حتى هو بيرشح لنا ناس ايوه الشيخ ممدوح عامر بيرشح لنا برضو ناس طبعا وهو صديق عزيز دايما انا الشيخ ممدوح ليه المقطع بتاع جواب النمل ده ايوه يعني انت في ناس كتير جدا يعني جابها ازاي ده تمام اسمع منك جواب النمل ولا بس والله مش بطريقه الشيخ ممدوح احسن هو الشيخ ممدوح اصلا نفس طويل ايه نفس طويل يا اخي الراجل بدل ما يشرق الوقت يسيبه لا اقصد ما شاء الله عليه يعني ربنا عطيه ما شاء الله قوه نفس ما شاء الله احنا مش زيه يعني يعني كل واحد في هو على فكره حتى الصوت ده هو متقسم متقسم واحد ربنا عطيه نفس طويل شويه واحد ربنا رزقه احكام شويه انت شيخ محمود هتقول لي كل الكلام ده عشان ما تقراش جواب عشان لا عشان طبعا اقرا عادي اقرا عادي يلا يلا بس وتفقر الطيره فقال ما لي لا ارى وتفقد الطيره وتفقد الطيره فقال ما لي لا بس كده طب انا يعني قلت طب انا لو خدتك ليه برضو الاداء الشهير جدا للشيخ الشحات نعم بتاع هذه بضاعتنا تمام طب نسمع الشيخ محمد ما احنا هنيجي للشيخ محمد هيقول هذه بضاعتنا بس نبدا بيك هذه بضاعتنا ولا ماشي ابدا بالشيخ محمد انتوا اصدقاء مش كده ده حبيبي اصدقاء نعم. يعني مش اخويا اصدقاء هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل الله يفتح عليك يا حبيبي جينا لك في ملعبك اهو ايه جينا لك في ملعبك ملعبني انا على قدي والله طيب اتفضل هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا كيل يسير ما
معلش بقى يعني انت كيف برضه عامل شغل؟ لا ماشي. لا 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 انت سافرت بره مش كده؟ اه الحمد لله. اه رحت فين بقى؟ رحت المغرب 3 مرات من ضمنهم مرتين كان دعوه من الملك من الملك من جلاله الملك. الحمد لله يعني بنقرا في القصر امامه يعني في حضرته. وطبعا بيبقى في برضه حفلات قدام الوزراء والسفراء الحمد لله. ورحت باكستان مرتين. بره في حفلات عامه ولا في مناسبات يعني؟ ما هو دعوه الملك بتكون تبع الملك وبس. تمام. بس بيبقى في هناك مثلا ناس وزراء مثلا سمعوني مثلا وليكن في قراءه مثلا على التلفزيون لان انا كل يوم بقرا في التلفزيون. تمام. هناك فبسمعوني ممكن مثلا تلاقي مثلا وزير مثلا من محافظه الرشيديه من محافظه مثلا تطوان كده يقول لك عايزين القارئ فلان يجي يعمل لنا كام حفله مثلا. فاروح برضه. اروح وكله. الجمهور في مصر غير الجمهور بره؟ طبعا. ايه بقى؟ طبعا. ايه بيميزه؟ في فرق حاجه واحده بس، هنا سمع احسن يفهم. احسن السمع. هناك يوقر القارئ اكتر من هنا. ليه بقى؟ لحاجه. هو هنا دايما بيشوف القارئ. متعود ان هو دايما يشوف قارئ. كتير. انما بره ما بيصدق يشوف قارئ. ما بيصدق يعني بناك الله وكل بنتعامل معامله لو وزير رايح احنا بنتعامل احسن من الوزير. لكن هنا احنا عندنا القراء كتير. فيعني حاجه عاديه كده. يعني لكن هناك بيبقوا فاكهه يعني. عايز تشوف المنظر ده بقى كمان يعني بالاكثر في باكستان. باكستان اقسم بالله راجل عنده كام 80 سنه يسلم عليه وعايز يبوس ايدي. يا عم الحاج ما ينفعش. انت قد جدي. انت خدت لقب كروان القراء ده هنا ولا بره؟ كروان القراء. بس يا دكتور محمد احنا ما خدتش اللقب ده؟ يعني هو الناس بتقول يعني كلام كتير بيقولوا كتير. طيب محمد انت لسه ما سافرتش بره مش كده؟ لا وانا سافرت تونس بس. سافرت تونس؟ ده كان في مسابقه ولا في ايه؟ لا كان مع وزاره الشباب والرياضه يعني. انا كنت اصلا حاصل على المركز الاول على مستوى الجمهوريه في والثاني على مستوى العالم العربي. ما شاء الله. فطبعا سافرت مع بمشاركه اوركسترا وزاره الشباب والرياضه. وانا اصلا سوليست في اوركسترا وزاره الشباب والرياضه. عملت 5 حفلات قدام. لكن اقصد سافرت لا لقراءه القران بره ولا لا؟ لا لسه كان للانشاد يعني. كانت انشاد يعني. طيب انا هسالكوا سؤال واحد وهستاذنك ان احنا هورط انا الشيخ محمد ان احنا نختم بيه بانشاد بقى. تمام. بس احنا اللي هنختار. انت كده جاي في ملعبه على فكره. انا اللي هختار كده. خلاص. كده في ملعبه. طيب. الامنيه اللي بتدعو الله دايما ان هو يحققها لك كقارئ للقران ايه؟ يعني اتمنى من الله اولا حسن الختام. حسن الختام. حسن الختام دي لنا كلنا كبشر. ماشي بس برضه يعني هي امنيه. امنيه من ضمن امنياتي وهي الامنيه الاولى. الامنيه الثانيه ان ربنا يجعلني كده يعني الحمد لله يعني يوصل صوتي بالقران للعالم كله. للعالم كله، العالم كله يعرف ان ده محمود السيد عبد الله قارئ مثلا يعني متمكن قارئ يعني احكامه كويسه. بس مش اكتر من كده يعني. اكتر مكان تتمنى ربنا يوضع لي القبول يعني. اكتر مكان تتمنى انك تقرا فيه فين؟ اتمنى اقرا في الاقصى. في الاقصى؟ اتمنى. قول لي بقى كقارئ القران امنيتك ايه؟ اولا امنيت ان انا مثلا اقدم محتوى كويس او يفضل للذكرى يعني. ذكرى طيبه حاجه كويسه يعني. وتقرا في الاقصى ولا تقرا في مكان تاني؟ لا نقرا في كل مكان. تقرا في كل مكان. طيب انت في الانشاد احنا هنختم بقى بالانشاد. كل سنه طيبين يعني. طيب. اقرب حاجه ليك في الانشاد بتحبها انت بتقول حاجه للشيخ نصر ولا ما بتقولش؟ هو انا اقرب حاجه ليا واللي خدت بها مركز اول مستوى الجمهوريه كانت يا ايها المختار. كانت؟ يا ايها المختار للشيخ طه الفاشني. للشيخ طه الفاشني. لكن طب والشيخ نصر؟ انا بسمع طبعا كل المشايخ يعني. طيب خلاص انت اختار اللي هتختم لنا بيه. تمام. ويعني انا سعيد جدا والله. الله يبارك فيك يا دكتور محمد. ده احنا الاسعد والله. ومش عايز اقول انا سمعت حضراتكم طبعا في تسجيلات يعني. بس وجودكم مفاجاه جدا. الله يكرمك جدا. وكل شويه بقابل ناس وبيكون معانا ناس هنا بنبقى مطمنين جدا. الحمد لله. ان شاء الله. الحمد لله. الخير اللي في مصر ده ما ينتهيش ابدا. ربنا واجيال بتسلم اجيال. ربنا يجعلنا خير خلف لخير سلف. ان شاء الله. امين يا رب. ان شاء الله. اسمعك يا فندم. يا أيها المختار
يا أيها المختار لمدحه ماذا أقول ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. الله يفتح عليك. اشكرك جدا جدا شيخ محمود. سيد عبد الله انت معتز بجدك. طبعا جدا طبعا شكرك جدا وجودك معانا. زادنا ان شاء الله نلتقي يعني في مرات قادمه لان احنا يعني ما خلصناش معاكم. الله يبارك فيك الحوار. والشيخ محمد الجزار بشكرك جدا ان شاء الله بمزيد من التوفيق والتقدم ويتحققوا كل اللي تتمنوه جميعا يا رب في خدمه دوله القران. آمين ان شاء الله. اشكركم وبشكر حضراتكم على متابعه هذا الحوار. كل سنه وانتم طيبين. احنا بنستاذنكم في يعني الأسبوع القادم مش هنبقى معاكم في أجازة العيد بقى راحتكم يعني تعيدوا وتاكلوا اللحمة بس ما تتقلوش قوي. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وكل الناس في كل العالم بخير وسلام وأمن وكل سنة ومصر بلد مستقرة وآمنة ومحدش هيقدر ينال منها أبدا مهما حاولوا لأنه البلد دي ربنا خلقها بإيده
وراعيها بعينه. كل سنة وانتم طيبين وتصبحون على وطن.